اوكي، كله شايف السكرين؟ شايف؟ اه يا باشمهندس، تمام. تمام. هاخد اداه قياس دلوقتي اسمها بافل بروتراكتور، ما اعتقدش ان انتوا شفتوها لسه في العملي. بروتراكتور يعني ايه؟ منقلة. منقلة، تمام كده. بافل بروتراكتور دي منقلة، بس دي منقلة مش بتقيس بقى زي المنقلة انت بتحطها على الورق تجيب بيها الزوايا اللي مرسومة على الورق، لا دي بجيب بيها الزوايا بتاعت ورك بيس. اوكي؟ بتاعت اسطح بقى، خلاص؟ اللي هي فكين كده عشان اعرف ان انا ايه احطها على السطحين اللي بقيس الزاوية بينهم. طبعا قياس الزوايا عموما احنا كلنا عارفين ان الزوايا بتقاس بالدرجة. مفيش بقى ملي هنا والكلام ده. لو انا قدامي المنقله اللي قدامي دي اللي كنت بستخدمها على الورقه، فدي الرينج بتاعها يعتبر 180 درجه. قول لي مش واضح حضرتك. المنقله اللي قدامي دي اللي على الشمال معايا كده؟ طب يا ريت تقفلوا بس المايكس. طب اقفلوا المايكس يا ريت عشان اشوف انا حاجه. نعملوا ميوت كلكم، اللي عايز يسال يبقى يسال. طيب المنقله اللي على الشمال ديت، حد يرد عليها بس يقول لي الصوت واضح ولا لا؟ تمام يا باشمهندس. المنقله اللي على الشمال اللي قدامي دي الرينج بتاعها 180 درجه، كويس، واقل حاجه بتقيسها 1 درجه. اللي على اليمين اللي قدامي برضو الرينج الاقل حاجه بتقيسها سكيل فاليو في الحاله ديت هيبقى 1 درجه. اوكي، مش المهم حته سكيل فاليو، والرينج بتاعها هنا في الحاله دي 360 درجه. اوكي، عشان بس متخيلين الدرجات يعني. طيب لو انا عايز اجيب كسر بقى من الدرجه، عشان البافل بروتراكتور دي بتديني كسر من درجه، ان انا الزوايا اللي انا بستخدمها بحتاجها في المشيننج، الزاويه بين سنون التروس الكلام دوت ما تبقاش بالدرجات بالظبط، في كسور. كسر الدرجه اسمه ايه؟ اسمه دقيقه. الدرجه بتاعت اللي هي الدرجه فيها كام دقيقه؟ فيها 60 دقيقه. بتتقال كده. اوكي؟ فيها 60 دقيقه، حتى على الكالكوليتر حتى بتبقى شكلها كده، اللي هي يقول لك مثلا 90 درجه ونص. لو حولتها لدرجات ودقائق يعني 90 درجه و30 دقيقه، لان الدرجه فيها 60 دقيقه يبقى النص ده يعني 30 دقيقه. تمام كده؟ طب فين بقى الدقيقه بتقسم ثواني؟ بس احنا هنا ما فيهاش الثواني يعني. هي الدرجات والدقائق والثواني يا دكتور؟ الدرجه بتاعت الزاويه بتتقسم دقائق، الكسر بتاعها اسمه دقيقه. الدرجه بتتقسم 60 دقيقه. الدرجه بتتقسم 60 دقيقه والدقيقه بتقسم 60 ثانيه، بس انا ماليش دعوه بالثواني دلوقتي. هي الدرجة أنا عارف إنها فيها 60 دقيقة. خلاص؟ طيب البافل بروتراكتور اللي قصادي ديت الدقة بتاعتها كام؟ مش درجة. المنقلة العادية اللي إحنا كنا بنستخدمها في المدرسة الدقة بتاعتها درجة. دي بتديني لغاية دقة كام؟ سكيل فاليو؟ 5 دقايق. تمام؟ يعني ممكن أطلع مثلا 30 درجة و15 دقيقة و20 دقيقة و25 بتعد بالخمسات. أوكي؟ 5 دقايق. علامة الدقيقة بتبقى الشرطة الواحدة دي. اللي هي دي. دي علامه الدقيقه. خلاص؟ زي اللي تحت خالص دي. والدرجه احنا عارفين بتبقى اللي هي الدايره الصغيره. والشرطتين هما بتبقى سكند. الثواني اه، بس انا ما فيش هنا ثواني. اوكي؟ طيب مكونه من ايه البافل بروتراكتور؟ انا مش متخيلها هي بتقيس ازاي. ما انا لسه ما قلتش يا محمد، اصبر بس. هقول بالتفصيل دلوقتي. المنقاله اللي قدامي ديت، المنقاله اللي قدامي ديت اهي، دي البافل بروتراكتور. شايفين في فكين. اوكي؟ الفك يعني الفكين بيتحركوا عادي عن طريق المحورين دول، فانا لو لفيت انت متخيل يعني الحاجه اللي عايز اقيسها الزاويه اللي عايز اقيسها بحطها هنا. اذا دي الزاويه بتاعتي اللي عايز اقيسها بحطها هنا. شايف شايفين الفك ده؟ بيلف عادي 360 درجه ده عن طريق المحور ده، وده برضه بيلف. ده كانه تايمر يعني؟ لا مش تايمر، دي درجات، دي منقله زوايا. اوكي؟ بس انا ببص بس على الفكين، شايفين ده؟ ده ثابت وبيلف 360 درجه. ثابت هو ماسك كده في البادي بتاع الحته الدايره ديت، خلاص؟ شايفين الفك ده بقى؟ تحت؟ ده بيلف 360 درجه برضو عن طريق المحور ده، خلاص؟ سوري. عن طريق المحور ده. اوكي؟ وكذلك لو سيبت المسمار ده شويه يقدر يدخل ويطلع. يعني يجي كده يمين وشمال، يتزحلق كده يمين وشمال. ايه فايده انه يتزحلق يمين وشمال؟ لان لما بحب احط زاويه هنا بحتاج ان انا اقفل على الزاويه، فبحتاج ارجع بدوره شويه والف وارجع وهكذا، فاهمين؟ عشان احط حاجه هنا بالظبط لازم ينطبق الفكين دول على الزاويه اللي بقيسها.
تمام. القرايه باخدها منين؟ باخدها من هنا من الحته دي. كويس كده. عندي مين سكيل ثابت، ثابت على الدايره اللي هو ده، اللي هي الدرجات العاديه زي البنقال العاديه. الدقيقه بقى بجيبها من النص من تحت من هنا. تمام لغايه دلوقتي كده تمام. معلش الثانيه كده يا باشمهندس. طيب خلينا ما ندخل فيها نفهم بالظبط. هي بتقيس بالمنظر دوت، يعني الفكين لازم ينطبقوا على الحاجه اللي بجيب الزاويه بينها ايا كان. هي بتلف في 360 درجه المحورين دول والفكين دول، والفك اللي شايف الفك ده بيطلع ويدخل. يعني لو تلاحظ هنا، هو هنا طالع بره خالص طويل شويه تمام. هنا يعني يعتبر ايه متوسط. ليه بقعد اطلعه وادخله كده قدام ورا والفه عشان اعرف اظبطه بالظبط انه يقفل على السطح ده ويكون قافل معاه ده. خلاص انا في الحاله دي بجيب انهي زاويه هنا؟ بجيب الزاويه اللي منطبق عليها الفكين السطحين اللي يعني بجيب زاويه بين سطحين. بجيبها بقى. طب ازاي بقرا؟ لسه والله العظيم اصبر بس. خلاص هقول القرايه دلوقتي. حاضر حاضر ماشي. فشايف السطح ماشي. ده يبقى انا بجيب هنا الزاويه بين ايه وايه؟ بين السطح اللي تحت وبين ده. طب وهنا؟ بين ده وبين ده. طب وهنا بقى بجيب الزاويه بين مين؟ ما بين ده خد بالك وما بين ده. ماليش دعوه بده خالص. اللي مايل ده ماليش دعوه بيه خالص. يبقى انا بجيب ما بين ده ومين ده. تمام؟ هنا كذلك ما بين ده وما بين ده، ماليش دعوه بالعدل ده. انا ببص الفكين منطبقين على ايه؟ واضح كده يا جماعه؟ تمام كده. تمام. طبعا واضح هنا الزاويه 90، فشايف كده الفكين ايه بالظبط؟ واخدين زاويه 90. اي سطحين كده اللي بتاعت مربع. وهنا كذلك بتلف معايا في جميع الاتجاهات، الفكين دول بيلفوا معايا في جميع الاتجاهات. طب بقرا ازاي بقى القرايه؟ التدريج لاحظ بقى حاجه، شايف التدريج الرئيسي ده؟ سيبك من العدسه دي عشان تكبر بس تعرف تشوف القرايه، لكن شايف التدريج الرئيسي ده بره اللي هو بالدرجات عادي. خلاص كده؟ بس لاحظ هو كده 360 درجه، دايره كامله، كده دايره كامله 360 درجه. ماشي؟ بس هو مش ماشي من 0 ل 360، هي ماشيه يعني كده 0 من 0 ل 90 وبعدين من 90 ل 0 وبعدين من 0 ل 90 هنا وبعدين من 90 ل 0 تاني. اوكي؟ انت اقصى رقم هتلاقيه مكتوب في الدايره دي كلها هو 90. اربع تسعينات يعني. اربع ارباع في اربع تسعينات. خلاص؟ فاهم حاجه. طيب ده التدريج الرئيسي اللي بره. شايفه؟ ايه يا فندم؟ ايه يا دكتور؟ ده التدريج الرئيسي. ايه؟ ده ده خلاص؟ ايوه ايوه ايوه. ماشي؟ المين سكيل اللي المين سكيل بالدرجات. هو مقسم لك الدايره الكامله، مش هي عباره عن دايره اهي كلها؟ مش دي دايره؟ اه مقسمها اربع تسعينات، يعني من صفر لغايه 90 اهي، وبعدين 90 تقل تاني تبقى صفر اهي، وبعدين من صفر ل 90، وبعدين من 90 لصفر تاني. كويس لغايه كده؟ دي عدسه يعني اللي فوق اللي في النص. العدسه دي فوق مش اكتر. خلاص؟ اه دي بتوضح بس بتوضح عشان وفين بقى التدريج السنوي؟ اللي هو بالدقائق تحت. اوكي؟ التدريج السنوي تحت. فين؟ تحت اهو اللي في العدسه تحت. اه ده؟ تمام. اه فانت عندك مثلا دي صفر، دي كده خمس دقائق، 10 دقائق، 15، 20، 25، 30 دقيقة. لغاية 60 اللي هي درجة كاملة، وكذلك يمين وشمال بقى اللي بتلف في الاتجاهين. خلاص برضه 5 10 بس ثانيه واحده، هي دي مظبوطه على النص؟ يعني الصفر ده مظبوط على النص؟ يعني ايه مظبوط على النص؟ الصفر ده في النص بالظبط ما بين ال 60 دي وال 60 دي، ما بين دي ودي. اوكي انا فاهم، بس لو المفروض يعني اللي هو ال 60 ما بين الصفر يبقى ما بين ال 60 وال 60 اللي فوقيه بقى. لا مالكش دعوه باللي فوقيه بقى، بيتغير بيتغير بقى اللي فوقيه ده حسب القرايه. هنشوف دلوقتي. اوكي معايا كده؟ ماشي نشوف. انا لحد دلوقتي مش مجمع الصوره كلها. تعال نبص على القرايه. لو انا باجي ابص على القرايه كده يبقى عندي التدريج اللي تحت اللي هو الثانوي والتدريج اللي فوق الرئيسي. خلاص هي 84 و15 اللي عدت. لا اللي عدت. لا مش 84، 75 من الناحيه الثانيه.
طب تعالي هنشوف ازاي بتتقلي. بس بص شايفين هنا، شايف الصفر، ببص على الصفر زي ما كنت في الفيرنير، شايف الصفر بتاع الفيرنير الصفر ده بتاع التدريج السنوي، بشوف واقف بعد مين فوق، هو واقف بعد مين كده؟ بعد الاربعه، بعد ال ايوه 54، دي 51 52. يعني حضرتك تقصد ان 54 واقف بعد ال 54 اهو دكتور؟ ايوه. يعني حضرتك تقصد ان في سكيل تحت منفصل عن اللي ايوه طبعا زي الفيرنير بالظبط، بس الفرق ان انا بيلف. اصل انا يعني اللي فهمته، اصل اللي فهمته من الشكل ده ان الاثنين لازقين في بعض. لا لا ده بيتحرك، ما ده بيتحرك ولا بيتحرك؟ الدنيا بدات توضح معايا. اوكي يعني ده الاثنين بيلفوا وما لهمش علاقه ببعض. خلاص الصفر هنا واقف بعد مين؟ بعد 54 صح؟ ال 54 حلو قوي. يبقى انا الزاويه الرئيسيه بتاعتي من فوق 54 درجه تمام كده. وكم دقيقه بقى ابدا ابص تحت؟ 15. ابدا ابص تحت بس امشي في اي اتجاه؟ امشي كده يعني، ولا امشي كده؟ امشي يمين ولا شمال؟ 15. حد بس يرد عليا، امشي يمين لا قدام؟ يمين. يمين لا ليه يمين؟ لان هو بيزيد الرقم فوق الاتجاه دوت صح كده؟ امشي مع اتجاه الزياده فوق، امشي ناحيه اليمين. اوكي يبقى اول شرطه منطبقه تحت 15، يبقى كده الزاويه بتاعتي كام؟ 54 درجه و15 دقيقه. اوكي تمام طيب. ايوه تمام طيب. اظن سهله. دي كام؟ لا مش فاهم. مين اللي قال مش فاهم؟ انا مين معايا؟ طيب الفلاو. الفلاو محمد الفلاو. محمد الفلاو. الصفر واقف بعد كام؟ زي كانها ادمه بالظبط يا فلاو. الصفر واقف بعد كام فوق؟ قول. بعد ال 50. لا بعد ال 54. 50 ايه؟ بعد ال 54. اوكي 51 52 53 54 تمام. مين اول شرطه منطبقه تحت مع اللي فوقيها؟ 15 مع 60. بس خلاص يبقى 54 درجه من فوق و15 دقيقه من تحت. في مشكله كده؟ تمام. بس اشمعنى مشيت؟ ليش ليه خدت ال 15 دي مش ال 15 دي؟ ليه ما رحتش الناحيه ديت؟ لان فوق الاتجاه بتاع، لان انا ماشي مع فوق، هو بيزيد في الاتجاه دوت. خلاص تمام اوكي. يبقى 54 درجه و15 دقيقه. طب دي كام؟ دي 66 بالظبط. الله ينور عليك. دي 66 بالظبط، مفيش دقايق خالص. تمام 66 درجه بالظبط، مفيش اي درجات، مفيش اي دقايق. انا طب سؤال، هي دي بقى اسمها ايه بالظبط؟ دي اسمها بيفل بروتراكتور، قلناها في الاول. بيفل بروتراكتور، من قال ذات الورنية؟ من قال؟ بقيس بها ايه؟ الزوايا، درجات الزوايا. انت كنت معانا من الاول يا محمد ولا ايه؟ طب ليه حطينا معاك؟ والله بس انا مش قادر افهم ليه حطينا فيها الدقايق برضه. عشان اجيب كسور من الزاوية تبقى الدقة اعلى شوية. هو لازم يبقى مهندس الرقم. هي الدرجه مش دقيقه. انت متاكد ان معايا من الاول يا عم؟ طب ما انا عمال اقول دقايق والدرجه بتتقسم دقايق والكلام دوت. دي مش الدقيقه بتاعت الزمن ديت. لا والله انا مع حضرتك. طيب دي مش الدقيقه بتاعت الزمن. أيوة يا محمد. ايوه هو ده اللي كان ملخبطني. هي اسمها كده، هي الدقايق، هي الزاويه بتتقسم، الكسور بتاعتها اسمها دقيقه غير الدقيقه بتاعت الساعه، هي اسمها كده. اوكي فالدرجه بتتقسم 60 دقيقه زي كده. ما انا بقول السنت فيه 10 مللي اوكي، بقول الدرجه فيها 60 دقيقه. معايا ولا مش معايا؟ اوكي تمام. طيب دي كام؟ حد يقول لي دي صفر 84. لا مش 84، ركز كده. 76. 76. لا واقف بعد ال 75، واقف بعد ال 75. 75 و 48 60. لاحظ بقى انت الدقايق، هتبص هنا ولا هتبص هنا؟ يمين ولا شمال؟ ماشي. ها 2 3 دقايق يا جماعه، ردوا عليا. هبص يمين ولا همشي شمال؟ همشي شمال عشان التدريج شمال. 4 و8 هتبقى 4 و8. يبقى 75 وكام دقيقه؟ تبقى 84 و8. فين ال 84 دي؟ دي 75 يا باشا.
هو ماشي من الشمال لليمين، احنا من اليمين. انت ماشي كده، انت بتزيد اهو فوق. بص صح العكس. اوكي ماشي. ايوه ايوه يبقى 75 ماشي. وكم دقيقه بقى؟ 75 دقيقه. 45 دقيقه بالظبط كده. 75 درجه و45. فين ال 45 اصلا هنا؟ دي 30 35 40 ادي 45 اول واحده بالظبط. 45 اوكي. ده اهي اهي ده انا واقف عليها بالماوس شايفه. اهي واحد فين الماوس اهو. اول واحده منطبقه تمام تمام اوكي. يبقى 75 درجه و45 دقيقه. اوكي 45 دقيقه دي يا جماعه يعني 3 ارباع درجه زي بالظبط كده. 45 دقيقه في الوقت بتاعنا ما هي 3 ارباع ساعه. فاهمين الفكره دكتور؟ ايوه معلش ثانية واحدة. هي ازاي 45؟ أول شرطة منطبقة تحت مع اللي فوقيها فين؟ هي دي اللي ما بين ال 30 وال 60 اللي ما بين ال 30 وال 60. كل شرطة كل شرطة بتزود خمسة يا خالد. اه اوكي ايوه ما هي يعني عد من بعد ال 30 كده 35 40 45 45 اه 45 40 صح. هي اللي منطبقة ال 50 يا دكتور ماشي. آه. لو انت شايف أيوة. ماشي 50. يا جماعه ما اختلفناش يعني. لو انت شايف حاجه وانا شايف حاجه تانية مش هتفرق قوي لان دي صوره اصلها في الاخر ما هياش. وانا شفتها صح بس جيت اقراها غلط. ماشي يعني مختلف. اللي شايفها 50 مش مهم يعني في الاخر اصلها الصوره ممكن تبقى ايه مش باينه قوي. اوكي ما اختلفناش. هي باشمهندس لازم اول واحده منطبقه. هي لازم اول واحده منطبقه فهي ال 45 تعتبر اكتر واحده. يعني لو في اثنين منطبقين تاخد. لا هو عمر ما يبقى فيه اثنين منطبقين غير اول واحده واخر واحده الصفر والستين بس. اوكي تمام ماشي. طيب في بقى ملحوظه كده معلش في الفيرنير. انت ملاحظ في التدريج الرئيسي ده هنا اللي فوق ان عمر الرقم ما بيزيد عن 90 صح؟ ماشي. عمر ما الرقم بيزيد عن 90 عشان الربع 90 بالظبط. طب افرض انا بقيت زاويه معديه 90 يعني في زوايا هتبقى 120 زي اي حاجه زي دول مثلا يعني مش دول اهي يعني ماشي يا جماعه. الزاويه زي دي اكتر من 90 زاويه منفرجه يعني دي ماشي 90 دي اقل من 90. طب الزوايا اللي هي اكتر من 90 فهاخد قرايتها ازاي اذا كان القرايه اللي فوق ما بتدينيش رقم اكتر من 90؟ 90 زائد القرايه اللي بعدها. لا 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 90 زائد القرايه اللي بعدها. لا خالص انا بعمل كل بعمله كالاتي. نقص من ال 108. الله ينور عليك زي الفل كده. يعني انا القرايه شايف الزاويه دي، دي زاويه مالها حاده ولا منفرجه؟ يعني ايه حاده ولا منفرجه؟ مين اللي بيقول يعني ايه حاده ولا منفرجه؟ انا خالد. اكيوت ولا اوبتيوز؟ حلو كده. اكيوت واوبتيوز تمام. ايوه تمام ماشي خلاص. الزاويه الحاده اللي هي اقل من 90 ومنفرجه اللي هي اكتر من 90 اكيوت يعني اللي هي اقل من 90 والابتيوز اللي هي اعلى من 90 خلاص. فدي زاويه اعلى من 90. اعلى من 90 دي زاويه اعلى ولا اكتر من 90؟ اقل حاده دي هتبقى اكيوت انجل. طالما انا شايفها اقل، طالما انا شايفها اقل من 90 يبقى الرقم اللي هقراه هاخده زي ما هو خلاص. هي 60 افرض انا القرايه طلع لي 60 و25 دقيقه مثلا لما قست الزاويه ديت خلاص. خلاص يبقى هي الزاويه 60 و25 زي ما هي بما انها زاويه اصلا اقل من 90. اوكي قطع دكتور. نعم صوت الصوت قطع على فكره خالد. انت الوحيد اللي بتقول الصوت بيقطع. صوت قطع ومسامحني. انت الوحيد اللي بيقول الصوت بيقطع. ممكن يبقى المشكله عندك. ممكن مشكله في النت عندك يا جماعه. المشكله عندي بس صوتك انت اللي بيقطع على فكره. الوحيد اللي انت بيقول الصوت بيقطع انت خالد. خالد هي كده كده متسجله ممكن اللي فايتك تسمعه بعدين. بالظبط. طيب ماشي. الزاويه اللي قدامي 60 انا اللي قدامي دي خلاص زاويه اقل من 90 وانا لما جيت قريتها طلعت معايا 60 و25 دقيقه. يبقى هي الزاويه تساوي كام؟ 60 و25 دقيقه صح؟ مش هغير فيها مش هطرحها 180 ولا حاجه. اوكي؟ طب افرض بقى انا بجيب زاويه منفرجه زي اللي تحت دي اوبتيوز اكتر من 90. اوكي زي اللي تحت. وجيت وانا باخد القرايه بتاعتي طلعت لي برده 60 و25 دقيقه. هي اكيد ما عنديش رقم اكتر من 90 تمام. يا في الحاله دي الزاويه دي اعرفها ازاي؟
لازم احسبها بقى. يبقى اطرح ال 60 و 25 دقيقه من يعني دي عدت الربعين اصلا. اه بالظبط. فكده يبقى انا لازم ان انا القرايه اللي طالعه لي اطرحها بال 180. اطرحها ازاي بقى؟ طبعا لو طرحت 60 عادي من 180 هتديني 120. بس هي 60 و 25 دقيقه خلاص. اوكي لو طرحت 60 و 25 دقيقه 180 بتطلع لي 119 و 5. طب ازاي تتحسب؟ حد عنده فكره؟ هطرح ال 25 من 60. ايوه وال 180 وال 180 هطرحها من 60. لا ما هو ازاي؟ طيب هطرح ال 60 من 180 هيتبقى لي 120. حاجه متلخبط خالص فيها. بعديها هجيب ال 25 دي هطرحها من 60 هتطلع لي 35. يبقى ناقص واحد قبليها. بص بص الله ينور عليك. بص بقى هي انا عندي 180 بطرح منها 60 و25 دقيقه صح؟ انا المفروض بطرح الدقائق من الدقائق والدرجات من الدرجات. بس ال 25 دقيقه لما اجي اطرحها من 180 ما عنديش دقائق في 180 فاظبطها ازاي؟ انا مش فاهم اصلا مين اللي معايا. مين اللي مش فاهم؟ انا مش فاهم. هنضيف عليها الدقائق وخلاص بعد الطرح. مين اللي بيقول بس؟ مين اللي بيقول؟ محمد الفلاو. طيب طيب خليكم بقى معايا كده معلش. طيب خليكم معايا. هل طرح من 6 دقايق وخلاص ولا ايه؟ دي حاجه يعني كنا بنعملها في ابتدائي يعني يا جماعه مش شغلانه. ثواني بس اقول لك. هو الجهاز القياس ده ممكن ناخده عملي في الورشه لما نرجع؟ لا ممنوع خالص تخش الورشه لغايه ترم رابع. لا لا لما نرجع. لا لا مفيش خلاص ممنوع. يعني ممنوع ازاي يا دكتور؟ ممنوع ازاي يا دكتور؟ ده القرار ده دلوقتي ولا ايه؟ انا طلعت القرار ده دلوقتي خلاص. يا جدعان بطلوا تسالوا السؤال ده يا جماعه. بطلوا تسالوا السؤال ده يا جماعه. طيب بص يا اخوان المفروض يا باشمهندس بنطرح ال 180 مش هي 180 ثواني بس استنى ما اعمل لكم سكرين بس شير السكرين دوت. طيب شايفين الاكسل اللي انا فاتحه ده؟ دكتور في بتاع كده سودا في النص. ايوه كده تمام. تمام 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 ماشي. هي الزاويه بتاعتي 180 صح؟ انا اسف الزاويه بتاعتي اصلا كام؟ اللي طلعت 60 25 60 درجه و 25 دقيقه. تمام كده نكبر الكلام ده 60 درجه و 25 دقيقه مظبوط؟ بس اصلا انا شايف قدامي الزاويه بتاعتي منفرجه يعني المفروض انها اكتر من 90 صح؟ يبقى القرايه دي كده مش نهائيه يبقى لازم اطرح القرايه دي من 180. تمام. طيب هطرحها من 180. 180 اوكي يبقى 60 25 اطرحها من 180. أوكي؟ 180 خلاص كده معاك؟ تمام. طيب انا هنا بطرح الدرجات بالدرجات والدقائق من الدقائق. طب ال 25 دي مالهاش دقائق عشان اطرح فوق هنا مفيش دقائق جنب ال 180 فاقوم عامل ايه؟ ركز بقى انا هعمل ايه؟ هشيل ال 180 دي واكتب مكانها 179 و60 دقيقة. 179 صح كده؟ اه تمام كده. اوكي مفيش مشكلة خالص بقى خلاص ما هي ال 180 هي نفسها. ايوه 179 و60 دقيقة اطرح بقى خالص بقى. كويس 60 ناقص 25 بكام؟ 35 دقيقة ودي ودي و 170 ناقص 60 119 يبقى انا الزاويه بتاعتي الزاويه بتاعتي كام؟ 119 درجه و 35 دقيقه. الاستلاف يعني يا باشمهندس. اه بستلف يعني يا جماعه كلام فارغ يعني. ماشي يا باشمهندس ماشي كده تمام خلاص انتهينا دي من دي نقفل. اوكي معايا كده تمام تمام خلاص يا جماعه
طيب انا مش هخش في حاجه تانية عشان ما الدنيا ما تطوفش منكم، كفايه لغايه النهارده كده البافل بروتراكتور اللي هي ديت. ان شاء الله بكره او قصدي المحاضره الجايه ما اعرفش امتى هنبدا نخش بقى في الدايل جيج انديكيتور اللي هو الجهاز الثاني دوت. اوكي ماشي. في حاجه نحلها في الاساينمنت عليهم؟ لا، هو عشان تبداي تحلي في الجزء ده في الاساينمنت في حاجه لازم تتاخد بعد ادوات القياس، وبناء عليه الاثنين بيركبوا على بعض في سؤال واحد كده، فهو لسه مش دلوقتي. اوكي طيب تمام خلاص كويس كده. هو يمكن في بعض بصي هو في ولا بلاش خلاص، لا خلينا لما ناخد الجزء بتاع الجيومتريك توليرنسز ده على يوم الخميس كده ان شاء الله هتبقى جاهز ان انت تبدا تحل في معظم الاساينمنت مع الجزء بتاع الفريزر. تمام يا شباب، حد عنده اي سؤال؟ هو السؤال راح، معلش انت قلت ايه يا باشمهندس؟ كنت بقول بس ان عشان تبدا تحل الجزء بتاع الحته القياسات ده في الاساينمنت مش هتعرف تشتغله غير لما نخلص الجزء اللي هناخده بنهايه يوم الخميس. تمام، انتوا بس خليكم في الجزء بتاع الخراطه بس اللي في الاساينمنت لغايه دلوقتي. تمام كده؟ تمام باشمهندس. طيب شكرا يا شباب جدا، هحط اللينكات بتاعت اليوتيوب التسجيلات دي على الجوجل كلاس روم. انا بعت لكم الكود قبل كده بتاع الجوجل كلاس روم. تمام معانا. تمام كده؟ تمام. يلا السلام عليكم. السلام. عليكم السلام.